بما اني روطار وما يمكن ليش نجلس نتسنى سنين ندير واحد العيبيتيكا نسيت ناري ما تقوليش ما كاينش الطو ناري تحرق لي الضو المحمدية انا عاد وصل دابا قد داك الضو في الطريق اي واحد العيبه ديك المهم تقطع وتطلق الضو على الموتور هي اللي كتلقاش فيها المشكله زعزعتها هو يخدم الضو ما في اللي يحترم شي ضو احمر ولا ضو اخضر او ديكلونشر ريزيرف في وسط المحمدية بلان ضارب لي تقريبا 300 كيلومتر عليه 300 كيلومتر مزيانة والريزيرف فيها راه شي 6 تراصات كتهز شي 6 طرا في الريزيرف يعني دابا ضاربة تقريبا واحد 12 لتر هكا 12 لتر ولا قسمتي 4 قول 4 لتر ونص لا فوالا تقد تقول لك تقريبا نقول 4 لتر ونص في البيض بسم الله بدا كالصاد شحال هادي ما كابراج مشالي الكوت الكابراج كاين غتكون داخل سوق راس السنت تلاقى مع هاد المصيبة عاد تيولي عند الكابراج في الدار ها؟ يلا كبري هلس قلت له يلا كبري
ولا كابري هز. سير سير. نبيعوا العجل صاحبي، نسقوا مبيعين العجل. اقول له كله ناضي 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 سير كابر. يدعي فينا صباح وعشيه. سير هات بارك عليك ناضي. المهم لي بيلوت باش ما نطولش عليكم الفيديو، حبس لا فيديو هنايا، تندير لكم فيديو جديد عاوتاني ان شاء الله باش خلي كل فيديو كل بارتيال ديالها. يلا نشوفكم الفيديو الجاي، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. وماكراتش الدراري، راني فاتح باج في فيسبوك، كلشي يدخل لاباج ديال انت شو على بالك، كلشي يدخل لاباج ديال الفيسبوك، بارطاجيوها مع الدراري صحابكم. راه وليت تنحط لي فيديو ديال اليوتيوب تنحطهم قبل في فيسبوك، حيت بغيت نحرك داك لاباج ديال فيسبوك كثر. المهم الدراري شكرا على الدعم مسبقا، وتحياتي لكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.